فولكسفاجن التي تعتبر أحد أكبر مصنعي السيارات في العالم تعتزم إغلاق 3 معامل لها من أصل 10 في ألمانيا وتسريح آلاف العمال وتخفيض أجور المتبقين من 10 إلى 18%. أرباح الشركة تراجعت في الربع الثالث هذا العام بنسبة 63%، لتكون بذلك أولى ضحايا تمدد التنين الصيني على هذه الصناعة التي عرف الألمان بتاريخهم العريق فيها. حكومة أولاف شولتز تضغط حاليا على إدارة الشركة للتراجع عن خططها. موقف الحكومة الاتحادية هو واضح، وهو أنه يجب ألا يتحمل العمال مسؤولية القرارات الخاطئة لإدارة فولكسفاجن، ويجب تأمين الوظائف والحفاظ عليها. فولكسفاجن تنوي توفير 4 مليار يورو من خطط الإغلاق والتسريح، ولكنها لم تحدد حتى الآن المعامل التي ستغلق، بينما التكهنات تشير إلى موقعها في أوسنابروك بولاية ساكسونيا السفلى. عندما ينظر المرء إلى المعمل الواقع في أوسنابروك والذي يعد صغيراً، وأن إنتاج معظم السيارات التي كان يتم إنتاجها هناك توقف، كما إنه قد تم ضم المعمل منذ سنوات قليلة إلى الشركة وكان نقطة تجميع لبعض التصاميم الخاصة، لذلك أعتقد أن معمل أوسنابروك سيتم إغلاقه. لإنقاذ صناعة السيارات الأوروبية من الهيمنة الصينية، فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة تصل إلى 35%. ألمانيا صوتت ضد القرار خوفاً من رد الفعل الصيني على الشركات الألمانية، حيث تعد الصين أكبر أسواق السيارات في العالم. كان العمل في ألمانيا في مجال السيارات لدى الشركات الألمانية واحداً من أأمن قطاعات العمل، وذلك بسبب قوة الشركات الألمانية المصنعة للسيارات ومنحها لعقود عمل طويلة الأجل وبأجور مرتفعة. ولكن مع تراجع مبيعات هذه الشركات من السيارات وسيطرة الصين على الأسواق، يبدو أن هذا الواقع سوف يتغير. من ألمانيا دلشاد حاجي لقناة اليوم.